عقد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة دكتور محمد المومني عقد مؤتمرا صحفيا في دار رئاسة الوزراء، وذلك للحديث عن أبرز القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم. الممارسة يجب أن تكون ضمن أحكام القانون أيضا، بالتالي من يمارس حقه في الاعتراض على السياسات، من يمارس حقه في انتقاد السياسات، هذا حقه الدستوري، لكن أن يكون هنالك سلوكيات وأن يكون هنالك شعارات تمس ثوابت الدولة وتمس الرموز الوطنية، هذا مخالف لأحكام القانون، وسيجد النفر القليل، وأكد أنهم نفر قليل ممن يمارسون ذلك، سيجدون كل أردني يقف بوجهه، ويعلم الجميع بما في ذلك هؤلاء النفر من أبنائنا، ليعلموا أن نفس الدولة التي تحمي حقه في التظاهر وحقه في المسيرة هي نفسها التي